السادسة لمساء أمس والسادسة لمساء هذا اليوم سجلت 71 حالة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 7714، أي بنسبة أو بمعدل 21.2 لكل 100,000 نسمة. بالنسبة للحالات الجديدة سجلت 49 منها بجهة الدار البيضاء سطات، 13 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، 6 بجهة مراكش أسفي، 2 بجهة الرباط سالة القنيطرة، حالة واحدة بالجهة الشرقية، فيما لم تسجل باقي جهات المملكة ولله الحمد أية حالة جديدة. لم تسجل ولله الحمد أية حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفيات إلى حدود الساعة في 202، أي بنسبة تفتكين ديال 2.6%. بالنسبة لحالات الشفاء، انضافت 76 حالة شفاء جديدة ليصير العدد الإجمالي 5271، أي بنسبة تعافي ديال 68.3%. بالنسبة للحالات الحرجة، النشطة، فهي حاليا تساوي 2241. هذه الحالات النشطة معدل السن عندها 35 سنة، 41% منهم نساء و 59% رجال، 1.4% منهم في حالة صعبة أو حرجة، حدود 90.6% منهم بدون أعراض أو بأعراض هينة، و 7% بأعراض متوسطة. بالنسبة للحالات الجديدة التي اكتشفت اليوم، ف 61 حالة اكتشفت في إطار منظومة تتبع المخالطين التي شملت لحد الساعة 43172، وما زال 6323 رهن التتبع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.